انا ايمان فتحي، عايشه ومولوده في ايطاليا وشغاله مذيعه راديو في ايطاليا. النهارده طبعا كلنا احنا هنا في السفاره المصريه عشان ننتخب، وبطلب من كل الجاليه المصريه اللي موجوده في ايطاليا وبره مصر ان هم كلهم يجوا ينتخبوا. شكرا. ايمان، بصفتك من الجيل الثاني من ابناء المصريين في ايطاليا، يعني مشاركه طبعا ايجابيه وانتوا مولودين هنا وعايشين هنا، ايه الدافع اللي خلاك النهارده انك انت تيجي تشاركي في الانتخابات المصريه؟ عشان مصر بتاعتنا في المستقبل، فلازم كلنا نبقى موجودين. يعني مطلوبين ان احنا كلنا نبقى موجودين، مش عشان احنا عايشين بره فما ننتخبش بلدنا، لا لازم نبقى موجودين مهما كان في انتخابات بلدنا ودايما نساند بلدنا. صح يا مصر.